واضح ان حياته في الملجأ كانت هو الحقيقة سبب اثر في حياته. هو لازم بس اوضح حته في حته الملجأ دي. اقول هي دي مدرسه عبد العزيز رضوان، ودي كانت مدرسه وملجأ. عم اسماعيل كان اكبر من عمو حليم، واكتشف عمو حليم موهبه الغنى والعزف وكده. المكان الوحيد اللي كان بيعلم فيه مزيكا كان هي مدرسه عبد العزيز رضوان، فده السبب اللي دخل عمو حليم مدرسه عبد العزيز رضوان. كان عنده الامكانيه في انه يبات مع اصحابه كل يوم، وكان عنده الامكانيه انه يروح، فهو كان بيروح ممكن يبات معاهم مثلا خميس وجمعه، انما ما كانش قاعد. مش الملجأ بمفهوم انه هو يعني قاعد. لان اخواته التانيين كانوا اكبر منه، مثلا عم اسماعيل اكبرهم مثلا مواليد مثلا بعيد عن عمو حليم مثلا بحوالي 10 سنين يعني. طب ايه اللي دخل عمو حليم ما دخلش الباقي كلهم الملجأ؟ كلهم فروق صغيره يعني. عمي 10 سنين، عدي ابويا 8 سنين، عمتي 5 سنوات. فهو كان داخل عشان يتعلم المزيكا ويبات مع اصحابه وقت ما هو يحب بس. معانا على التليفون الفنانه الكبيره، وكانت من الصديقه المقربه لي، الفنانه الكبيره نجوى فؤاد. مدام نجوى، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور، اهلا. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ذكرياتك، وانا عارف انك انت كنت صديقه مقربه للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. طبعا. احكي لي عن ذكرياتك معاه. عليا كتير جدا جدا جدا. وبعدين ده كان اخ مش زميل بس. وبعدين انسان مش عارفه يعني الزمن والدنيا مش عارفه تعوضه. دليل ان واحد بقاله 40 سنه ولسه لغايه الان الواحد كانه قدامه عايش معانا. صحيح. ايه ذكرياتك معاه بقى؟ اجمل الذكريات. احلى ذكرياتي كل الذكريات بتاعتي، كل حفلاتي الكبيره. البرت هول في الجزائر، تحت المطر مرة رحنا الجزائر، عملنا حفلة في أغسطس هناك فمطرت الدنيا. قلت لحليم أنا ما أقدرش، أنت تقدر تغني بس أنا ما أقدرش أعمل إيه. قال لي تمسكي شمسية بإيدك اليمين وتتحركي بيها، وبعدين تنقليها للشمال وتتحركي بيها وهكذا، وما نقدرش نخلي البريزاريو صاحب الحفلة يخش السجن، لأن هناك على طول عقاب والسجن، إنه يعني المخالفة اللي يدفعها السجن إنه يتسجن. وفعلا وقد كان ان احنا اشتغلنا تحت المطر. الحفلة الوحيدة اللي ما رحتش معاه فيها، وقال لي يعني شوفي انت بتكسري بخاطري ازاي، اللي هي اللي حصل فيها انقلاب في المغرب للملك الحسن، كان عيد ميلاد الملك الحسن. كنا كل سنة بنروح ونشتغل في عيد ميلاد الملك الحسن. فالحفلة دي طبعا الاستاذ عبد الوهاب كان معانا ارحمه، ولفوه بسجاده وهربوه، وهو لفوه مش عارفه بايه وهربوه على الاذاعه. وكان قال لي شفتي، عشان انا كان عندي افتتاح اوتيل كبير هنا وانا كنت ماضي عقد ومش قادر. قلت له عبد الحليم انا لو سبت العقد ده هتسجن. فقال لي لا مش عايزك تتسجن يا ستي، بس اتفضل اعملي حفلتك. لما رجع بقى خصمني 3 اشهر. في برضه وقعة جميلة جدا وما اقدرش انساها في حياتي، ان انا دخلت عملت الزايدة وعملت عمليتين في عملية في رجلي وعملية في الزايدة، عشان عبد الحليم كان عامل لأول مرة بيعمل حفلة في الربيع. وفريد الأطرش عادة بيعمل في الربيع. فانا كنت في الوقت ده متجوزه احمد فؤاد حسن، ومضيت مع فريد على اني اشتغل معاه في الربيع. فجاء عبد الحليم قال لي وحياتي اللي خلفوكي ما هترقصي فيها، طب اهرب ازاي من الاثنين؟ رحت داخله مستشفى الكاتب الله يرحمه الدكتور عبد الله الكاتب، قلت له عمليتين رجلي مش قادره اقف عليها وبطني مش قادره اقف. لا عبد الحليم ولا فريد؟ ها ولا عبد الحليم ولا فريد. ثاني يوم جالي قال لي بصي انا اذكى واحد في الدنيا، لكن قدك لقم ما فيش ولا قدك ذكاء ما فيش. بس وقعد يهرج معايا وصالحني فيها. عبد الحليم له وقائع كتير جدا معايا. قولي لي يا مدام نجوى، المرض في حياته ايه؟ يعني انت عارفه دايما يعني للاسف الناس دايما بتاخد ما بتاخدش يعني، او احيانا تروج الاشاعات يقول لك كان بيتاجر بمرضه، كان بيحاول انه يعني ياخد يحصل على تعاطف جماهيره، رغم انه معروف انه كان عيان وكان مريض وكان متالم. كلميني عن المرض في حياه عبد الحليم، على الاقل في الحفلات اللي انت شاركتي فيها. عبد الحليم اتظلم كتير في حكايه المرض دي. لان دايما كان بيمشي معاه في كل الحفلات دكتوره بعمود نقل الدم بالحاجات دي كلها.
اخر حفله انا اذكرها اللي هو غنى فيها قراءه الفنجان، لما قالوا احنا لما قال لهم انا كمان بعرف اصفر، كان من غيظه يا عيني، لان هو عارف ان هو بقى له 30 يوم على الكرسي بيعمل بروفات ونازل واخد دم قبل ما ينزل وحاجات كده، فاتنرفز على المسرح.